السلام عليكم، معكم كروات متطوع من مدينة الحاجب، من المتطوعين ديال ساكنة مدينة الحاجب اللي دارت هذه القافلة، قافلة شبابية، قافلة ديال ساكنة التي تمثل ساكنة مدينة الحاجب. أولا رحم الله الضحايا ديالنا، رحم الله الأمهات والآباء والأطفال اللي فقدناهم كما تنقولوا في واحد رمسة عين. الكارثة اللي وقعت في الأقاليم ديالنا هي كارثة قاصحة شوية نقولوها كما تنقولوا، وكما تنقولوا في المغاربة فينا تمغربيت، فينا الدم مغربي، أننا ما يمكنش نخليو خوتنا وخواتاتنا أن في هذيك الظرفية. لذا قرر مجموعة من الساكنة ديال مدينة الحاجب أنهم يطلقوا واحد القافلة، قافلة نداء الوطن، أننا نتطوعوا ونمشيو نزوروا المناطق المنكوبة. للأسف الحقيقة الإخوان في المرحلة الأولى ما كناش تنصدقوا هذا الشيء، اللي الحمد لله التفاعل المغربي، التفاعل ديال ساكنة المحاجب شي حاجة لا تعقل. الحمد لله في انتظار أننا نقلعوا إن شاء الله، نقلعوا بواحد الفخر وبافتخار أننا كمغاربة أولا، وأننا كساكنة مدينة الحاجب أننا نلبيو النداء. كما تنقولوا هذه القافلة هي قافلة خاصة بساكنة مدينة الحاجب اللي غادي توصل الأمانة لهذوك الناس، وغادي نقولوا أننا قلوبنا كمغاربة، أننا عمرنا ما نتخلوا على مغربيتنا وعلى الوطن ديالنا. في هذا فنداء الوطن أن نكونوا بالدماء ديالنا، أي حاجة كانت مستعدين نديروها من أجل الوطن. وفي الأخير دائما تنترحموا على الضحايا ديالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معكم جميلة مرجان، أحد المتطوعين مدينة الحاجب. كنجمعوا القافلة صدموا لنا لضحايانا بالزلزال، رحم الله موتانا وأنزل الشفاء على الجرحى والمرضى. وبهذه المناسبة كنتقدم بالشكر لجميع ساكنة مدينة الحاجب اللي لولاهم ما كانت هذه القافلة، ولا كان هذا العطاء، ولا كان هذا الشيء. وكنا صراحة كنا عينينا كيدمعوا وحنا بهذا الكم ديال العطاء. وبالمناسبة راه ما ساعدنا حد، ما وقف معنا حد، ولقينا بعض العراقيل، ولكن الحمد لله بالوقوف نتاع الساكنة ونتاع الرجال والشباب والشابات وحتى النساء، وبعض النساء الكبار في السن حتى هما جاوا عطاونا فرحونا. الله يكثر خيرهم، والله يكثر كل من ساهم وساعدنا باش ننظموا هذه القافله، نساعدوا بها باسم مدينتنا وباسم سكانها ضحايا الزلزال، ورحم الله الموتى. يجيو يساعدونا، والله لا يضيع متطوعين ومتطوعات من سكان ابناء وبنات مدينه الحاجب. بسم الله، السلام عليكم. باسم احد المساهمين في قافله سكان مدينه الحاجب المتضامنين والمتبرعين لإخوانهم ضحايا زلزال الحوز، نشكر الساكنة على مبادرتها وعلى تطوعها، كما نشكر السلطة المحلية، وأسطر على كلمة السلطة المحلية اللي لقيناها في جنبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وعبرت أنها فعلا سلطة استثنائية. كنشكرهم بزاف، وكنشدوا على اليد ديالهم، وكنحييهم من هذا المقر ديال جمع التبرعات حملة ساكنة الحاجب، وأسطر على كلمة ساكنة الحاجب، فالحملة منظمة باسم ساكنة الحاجب، والمتبرعون هما ساكنة الحاجب، والمتطوعون ساكنة الحاجب. وأحيي وبحرارة مجموعة من الفتيات اللي عبروا على الوطنية ديالهم وعلى التضحيات، انهم كيبقاو حتى ل 11 الليل وهما كيرتبوا الملابس، وكنحيو فيهم هاد التطوع ديالهم وهاد التمغربيات ديالهم وهاد الروح ديال الوطنية الصادقة اللي ماشي هي شعارات ولا هي بوزات، ولا الناس كتحب الوطن ديالها وكتطوع وكتضحي من اجل الوطن ومن اجل ابناء الوطن ومن اجل خوتنا اللي مع كامل الاسف. كنترحموا عليهم من هذا المكان، وحنا ديما في خدمه الوطن وفي خدمه الساكنه ديال الحاجب وفي خدمه الساكنه ديال المغرب ككل.
حنا خوت وديما غنبقاو خوت وديما غنبقاو كنعبروا على التمغربيه ديالنا وتحت شعار الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم سكان مدينه الحاج بوابات الاطلس كنتضامنوا مع الناس اللي تضروا بعد الزلزال هذا. اولا كنقدموا التعازي للساكنه ديال الاطلس الكبير، ومن هنا من بوابه الاطلس المتوسط يعني باسم متطوعي ومتطوعات مدينه الحجب كنتضامنوا على غرار الساكنه ديال المغرب كامل. الحمد لله يعني 24 ساعه ديال على بدايه هذا العمل التطوعي كان العمل تبارك الله يعني الساكنه عطات ما عندها مواد غذائيه، افرشه، خيام، مواد غذائيه. الحمد لله كاين اللي تقدم بالنقل وسائل النقل، لقينا يعني السكينه عبرات على تمغربيت ديالها، على القيم اللي كيتشبت بها القيم المغربيه، القيم الاسلاميه. الحمد لله هناك تجاوب كبير، ومن هنا ان شاء الله يعني القافله غتنطلق نهار السبت ان شاء الله. كنوجهوا دعوه للساكنه كامله انها توجه ان شاء الله للمقر ديال بيران زاران، بما يعني كنقولوا كاين ولو بشق تمره، كاين هذه في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انسان يتضامن ولو بشق تمره، الانسان يدا في يد، نقطه بنقطه ان شاء الله من اجل نتجاوزوا هذه المحنه ديال اللي المت بالمغرب كامل. وهي باسم الساكنه ما كاين يعني عمل تطوعي بشكل يعني ما كاين فيها حتى شي انتماءات للالوان السياسيه ولا، فهي بشكل تطوعي باسم الساكنه ديال مدينه الحجب. كنوجه الرساله للجميع ان شاء الله باش انهم يدعموا هذه المبادره هذه، وهي رساله ان شاء الله لاخواننا المتضررين في بعد الزلزال ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا.